اخوان السلام عليكم. هذا موضوع سوف نتناول فيه خصلة او صفة لا تكون لا يكون اصحابها او يدركون المعالي ويظفرون بأرقى المناصب إلا هم يتمسكون بفوائدها. لذلك ولطالما حتى عليها عدد كبير من التربويين خصوصا الحكماء الذين كانت الحكمة تنبع من ألسنتهم. ألا هو الموضوع يا إخوان هو يتعلق بسكوت أو بمعنى أدق الصمت. فمن دلائل الحكمة بأفضل الفضائل المهمة الصمت وقلة الكلام احترازا عن الوقوع في الآثام، لأن من كثر لغطه كثر سقطه، ومن تكرر مقاله سائم، ومن كثر سؤاله حرم. فكلام الإنسان بيان فضله وترجمان عقله، وكل يعرف بقوله ويصاب بفعله، ورب قول أنفذ من صول، وطعن اللسان أنفذ من طعن السنان، وجرح الكلام أوجع من جرح حسام. فالأولى أن الإنسان لا بد أن يصون لسانه، ذلك العضو الصغير الجرم الكبير في دلائله. يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فالكلام دواء إن قل نفع، وإن زاد وكثر صدع. وهناك قولة شائعة تعلمناها منذ نعومة أظفارنا ونحن في المدارس، قد لقاها لنا معلمون أساتذتنا، يقول: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. يقول الشاعر: إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره ممقوت، ما زال ذو صمت وما من مقتر، ما زل ذو صمت وما من مكتر، إلا يزل وما يعاب صموته. إن كان ينطق ناطق من فضله، فالصمت ضر زانه ياقوت. الخطأ بالصمت يختم، والخطأ بالكلام لا يكتم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. الصمت يا إخوان كما قال بعض الشعراء يكسب أهله صدق المودة والمحبة، والقول يستدعي للصن حب المذمة مسبة. وقال بعض الحكماء: إلزم الصمت تعد في نفسك فاضلا، وفي جهلك عاقلا، وفي قدرتك حليما، وفي عزك حكيما، وإياك وفضول الكلام، فإنها تظهر عن عيوبك مبطا، وتحرك من عدوك مسكن. وقال آخر: أقل لسانك إلا عن حق توضعه، أو باطل تدحضه، أو كلمة تفسرها، أو حكمة تنشرها. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكتارا، فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. يا
لذلك أوصيكم إخواني بكثرة الصمت، لأنها تنبع عن حكمة صاحبها ورجحة عقله. أما الإنسان الذي هو يكثر في الكلام ويطلق على أواني دون أن ينتظر عواقبه فلا بد أن يزل به يوما. وكم رأينا من عبر وصور وقصص عن أناس بسقطة لسانهم أدى إلى هتفهم، وكم رفع أناس بقلة كلامهم وصمتهم، كما كان يقوم عدد من الزهاد والصالحون فكان لسانهم لا ينطق إلا بذكر الله ويكثرون من الصمت تفكرا وتدبرا في ملكوت ما خلق الله. لذلك أوصيكم يا إخوان بقلة الكلام، ولا نكون من أولئك الذين نعيت بالترترة، فكثرة الكلام لا تؤدي إلا إلى عواقب قد لا تحمد عقباها، وإلى موضوع مفيد كما عودناكم دائما وأبدا. ولا تنسونا بالدعاء كذلك بوضع الزر وتعليق مفيد حتى نستمر في مواضعنا الهامة والمفيدة. وآخر دعوانا كما عودناكم الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.